بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من مادة مهارات التواصل الفني 2، اليوم الأربعاء 8 إبريل. موضوع اليوم بعنوان فنيات التعامل مع المعلومات الهندسية. بداية من صفحة 76 من الكتاب المقرر على حضرتك، هتلاقي شكل تخطيطي في صفحة 76 بيبين عملية الاتصال بتبدأ بمجموعة من الخطوات. الخطوة التالية عملية تحليل منظم للمعلومات الهندسية، وفي هذه العملية بنبحث ونتحرى عن أي معلومة هندسية وثيقة الصلة بموضوعي الهندسي اللي أنا بتكلم فيه. كمان ما تنساش عملية استنتاج الأفكار والمعارف ونتائج معينة من المعلومات الهندسية المطروحة أمام حضرتك، وما تنساش كمان إنك هتتوصل إلى معلومات هندسية تخزنها في ذاكرتك على أساس إن تبقى تكون لك رد فعل سريع واستجابة من المهندس في دعم وترشيد قراراتك الهندسية. ممكن أسألك سؤال أقول لك بين بشكل تخطيطي مراحل التعامل مع المعلومات الهندسية؟ الإجابة موجودة في الشكل التخطيطي الموجود في صفحة 76. وممكن نيجي نسألك سؤال كجزء من التكليف، قل لي شكل القرار اللي حضرتك هتتخذه لما تغيب عنك بعض المعلومات الهندسية المهمة. عايز حضرتك تفكر شكل القرار هيبقى إيه؟ قرار رشيد أم قرار غير رشيد؟ وضع الإجابة صفحة 2 من الكتاب المقرر على حضرتك. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.